يا بتدخل حالك يا بتدخل انت. انت حمار. هات هات امسك من الشقة الثانية يلا فوت. مخلف حمار. يلا نزل. يا ابو ادم صور البط. السلام عليكم جيش الزنانين. رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا يا جماعه الخير اليوم هنصور لكم اللي هو روتين النظافه مع ادم وامير. وهيني صورت البط. ابو ادم صور البط. هيني صورت البط. فهنروح نشوف ادم وامير وحنشوف ايش نسوي في البيوت. طبعا قبل ما نروح لادم وامير هنشوف البيوت تبعتنا كيف. طبعا هي الدجاجة العون والعيناء والطيور كلها واقفة بعد ما انا يعني جيت. هنشوف اللي هو البيوت. هندخل على اول بيت. طبعا هذا بعد ما احنا نظفنا او قبل ما ننظف حطينا بس اللي هو النايلون عشان يتدفوا اكتر. زي ما شايفين الحمام متدفي اكتر. كالآتي يا جماعة الخير. زي ما شايفين البيت كله يعني في أوساخ وهذه كلها حننظفها إن شاء الله. طبعا مش بس هذا حننظف كل البيوت. هذول هم الرميات اللي نقلتهم. هذول هم ما شاء الله عليهم. حننظف يعني وحنشوف شغلنا هان وحنروح البيوت الثانية كمان وحننظفها. فاللي بدي منكم تسلخوا لايك وتربطوا حزمة الأمان ونشوف ايش نسوي. وخلينا نروح نشوف آدم وأمير ايش سووا أو ايش بسووا. ابعد يا حد. طبعا عابر ما شاء الله عليه. هذول بناته كلهم بناته ما شاء الله كلهم بناته. بناته يا حاج. اوعي يا حاج اوعي اوعي مرقيني بس مرقيني اوعي 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 اوعي. طبعا نصبح على زورو والفرعونيات ونشوف هذا مش بسوي. تلعب بالحصان. طب يلا بدنا ننظف. عندنا روتين جبار اليوم. روتين جبار. يلا مين بده يمسك هادي؟ يلا امسك. استنى 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 تنطش من هنا تنطش. يلا تفضل امشي. يلا بدكم تنظفوا ولا بدكم تلعبوا؟ بدنا ننظف. هذه انا جبتها. من وين من جبتها؟ لما عندي تخلص الكمل تبعها اخذتها. شاطر. تعال تعال اعمل هيك براسك. تعال انت الثاني. يلا اعمل. لا هيك صارت تخلف الشغلة. طبعا شعر آدم أحلى من شعر أمير. تعال تعال شوف ليش. لأنه عنده غرة. أما هذا كل ما تيجي غرت عليه يما علي بتجعني من الغرة. وتروح تخرط له شوية. فهو الأحلى إنه يكون إيش طويل. طبعا أنا بدي أخليهم بدي أربي لهم إياه في الشتا. بحب أربي لهم إياه عشان يدفيهم وكذا يعني. يلا نشوف ايش نسوي. بدنا نفوت اول شيء على بيت الحمام. طب بدناش نفوت على بيت الحمام. تعالوا انصدموا. بدنا نفوت على بيت الحبس. بطلوا. ايه يلا. يلا مش هذا ده. هنا. يلا. لا هذا بالاخر. عشان انتوا بتحبوه تحبوا تلعبوا فيه. ايه في حد بزرع في بيت الدجاج. قوم قوم قوم.
قوم 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 بس قوم قوم انت وياه. طب تعال تعال فهمهم. طيب فهمهم ايش كنت مسوي انت؟ زراعة اكل حمام وين؟ طيب طيب حط الطبار. تعال تعال يا ادم. وينها؟ لقيت الشيء كنت تزارعها. اكل حمام طلع؟ اه. قول بتهيألي انا امبارح في الليل شفت فيه كان هان زرع. اه هو هو؟ طعمته للطيور. صدم. طعمته للطيور. ليه؟ هم اكلوه. اكلوه خلاص بدنا نسوي. يلا طلعهم ها من العجل. بدنا نقعد نطبل، الناس نايمة. معي هبل، يلا قوم. قوم اخوك، انا شايف اخوك اللي بيساعد مش انت. تفضل يلا. تمام، حنطلع اللي هو العشاشي. ايوه شدوا شدوا بشعور بعض، ايوه وقع اخوك وقعه. قوم 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 قوم. انا ايش قلت لك؟ وظيفتك وظيفتك مش التكنيس، سيبه سيبه. تعال اطلع لي. اطلع يلا. يلا يا بابا كنس اشوف. ايش ياخذ؟ يا ابو خربانه هذه. ايش يا اخو خربانه هذه؟ من مطرح ما لقطنا اللي هو الشجره. شو هذا؟ حطه خذ حطه في صبايا ناس يا اختي ما اشتروا. طبعا حنسيبه ونروح نشوف بيت ثاني. طبعا قلت حتقولوا انت بتخلي ابنك ينظف. يا جماعه الخير ما بخلوش ينظف ولكن بخليه يساعدني. تمام، هو اساسا مش حيسوي اللي انا بدي اسويه، مش حيظبط زي ما انا بدي، ولكن بخليهم يتعودوا. يعني انت عود صغارك او اطفالك، عودهم على اللي هو الشغل والنظافه والاهتمام. لو ثلاث دقائق هيك تخليهم يعني كيف يكنسوا معك، بس مش اكثر يعني. طبعا يا جماعه الخير هنلم اللي هو الاوساخ. بابا اهدى اهدى يا بابا اهدى. زي ما شايفين ادم بيساعدني قاعد في لم الاوساخ. طبعا المجرود مش ملاقيينه، السيد ادم مضيعه، فحنلم اللي هو الاوساخ. طبعا يا جماعه الخير النظافه ثم النظافه ثم النظافه. غبرتنا غبرتنا ولا غبرت. طب بس اهدى اهدى يا بابا. بابا ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش، لازم نكنس ونطلع بنطروح الغبره وبعدين بنرجع تاني باللم. انت هيك كتلتنا وكتلت المشاهدين. يا اخي في علاقة. انا بدي مليون اني خليتك تنظف معايا يا راجل. فحننظفهم ونرجع يا جماعه الخير. طيب يا جماعه الخير زي ما شايفين لمينا وضبطنا امورنا وكنسنا للبيوت، فضايل يعني شويه هيك حننظف انا وادم. خلص يا بابا خلص انكتلنا يا جماعه الخير. خلص يلا مشي. طلعت طلعت انا انكتلتش. طلع يا حبيبي اطلع اطلع. سطلتني في هالريحه، سطلتني علي الضمان الريحه. تعال رجع التنك. ايش بتسوي انت غان؟ ايش بتلطم؟ ايش بتلطم؟ طيب يلا كنس. رجع المكس يا بابا، خلينا ندخل لعبة الحمام. يلا يلا يا بابا. ما هو انت مش عارف، انا يا بتدخل حالك يا بتدخل انت. انت حمار. هات هات امسك من الشقة الثانية. يلا فوت. مخلف حمار. يلا نزل. يلا حطهم كل واحدة في مكانها. انت بدك كتلة. انت بدك كتلة. يلا تفضلوا زي ما توي سوينا، بس كيف بالراحة. اه بالراحة قلنا بالراحة. بالراحة. كم مو كم واحد؟ اه بديش تلعبوا في الحمام. اتعاونوا اتعاونوا. واحد 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 واحد. خليك تريح شوي قبل ما يخلص هو. يعني شوف كيف روح الحماس. ما شاء الله ما شاء الله بتكاتلوا مين اللي. طيب تعال تعال اطلع. تفضل اطلع يلا. طيب خليه كنس وبعدين انت بتكنس. تعال بدي اياك. تعال تعال امير. تعال يلا امشي. يلا يلا امشي امشي امير. يلا بس امشي امشي. طلعت 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 طلعت. دخلها دخلها دخلها. يلا تعال تعال. يلا بس تعال 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 بس تعال بس تعال. الله يجعلك تفريق كثير. وين طلعوا 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 طلعوا. امسكوا امسكوا. تعال بس تعال. والله لا خليك تكنس. هو بدوش يكنس وبده يلعب. طب اسمع اسمع ادام اديله اياها.
طيب بس ادي له اياها، ادي له اياها، ادي له اياها، طلع الرومي يا راجل، ادي له اياها وخلصنا. بدك تسمع الكلام ولا لا؟ جننتني. ادم تعال ادي له اياها، ادي له اياها، تعال بدي اياك، تعال اطلع اطلع بدي اياك. كوم لي اياه كله بكم كومتين، يعني كوم هيك وكوم هيك وكوم هيك. سكر سكر سكر، يا رب ياكلك الرومي، يا رب يا رب ياكلك ونخلص منك يا امير. تعال بدي اياك، تعال. طب بس تعال بدي اياك. ايش بدك؟ بكنس في الباب معي. ولك انت كنس الارض لو سمحت، كنس ليش الباب. ولك هذه الحلقه شلت نقسم بالله. ايش يا اخوي؟ كنسها بديش اياها، ارميها فيها سبقه؟ طب هات مسح شوانيك، هات هات. كيف دخلت انت؟ يا راسي. انا بنصح يا جماعة الخير ما تخلوش اولادكم ينظفوا معاك، انا راسي رجعني. فان شاء الله نخلص ام الحلقة هذه، ان شاء الله نخلصها. طبعا يا جماعة الخير زي ما شايفين حنبدأ ان احنا نخلص. يلا خلصتوا؟ خلصت يا بابا؟ كان لبست من الاول هذا الكفة. ادم يا ادم خلصت يا بابا؟ طب يلا. طبعا يا جماعة الخير هاي اللي ضل، ادم بلمه قاعد. وطبعا الحمام يعني كيف مستاء لانه احنا عنده مستاء، فحنخلص ونشوف ايش نسوي. طبعا الرومي كمان خايف، بدناش نخلص يا ادم. خلص يا بابا خلص، بدك تفحر في الارض، المهم بدك تضلك في بيت الحمام. انا عارف، انا اللي عارفك، انا اللي عارفك. انت لو بدك تفحر في الارض عشان تطلع الوسخ. طبعا يا جماعة الخير حنخلص ونشوف ايش نسوي. طبعا يا جماعة الخير الى حد ما يعني خلصنا، ضايل بس غادي ورقة، ورقة الشيد اللي عملناه للبركة، والبيت نظيف، رجع نظيف وكذا. يلا خلصنا. كبه هاني يا بابا، ما زال طلع فيه هذا الشيد اللي عملنا فيه البركة، لقى فيه شيد وكبه هان، فقلت له كبه هان، خلاص سيبه. يلا حط الهادي هان، منيحة جيم الريشة اللي على راسك. ولك هيا هيا هيا، يلا دقه أبطال. طب بس بالراحة بالراحة. طيب عن شكلك عن شكلك عن شكلك. أيوة هيك، يلا خده. خلاص خلاص ولك خلاص. اطلع غسل، قلت لك قبل لك تعملهاش يا حيوان. اطلع غسل، بديش اشوف خلقتك عندي. اطلع غسل. الحيوان كذا مرة اقول له تعملهاش، يلا بروح بعملها. تعال نعمل في مقلب، تعال. حبايبي بدكم نكون وصلنا لاخر الفيديو، اتمنى يكون الروتين اللي عملناه، الشلل اللي عملناه يكون اعجبكم. طبعا ليش انا عملته؟ لانه اشجعكم بس مش اكثر. حبايبي بدكم نكون وصلنا لاخر الفيديو، اتمنى لو عجبك الفيديو تسلخ لايك، لو اول مره بتفوت قناتي بدك تعمل سبسكرايب تفعيل تنبيه الجرس وفاق ابو حزين لسيرتكم الجديد. حبايبي بدكم تشاركوا يومكم بابتسامة اكثر من الصلاه على النبي. اذكروا الله يذكركم، استغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ادم امير سلام. سلام يا جماعه.